السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الاحترافي مع نايمه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد اللي هو همبرغر. كما كنعرفوا حنا متوفر في ماكدو والناس كيعجبهم انه يمشيو ياكلوه تما. قلت انا علاش لا، بما انه ديجا في الفيديو اللي قبل قلت لكم راه واحد السيده طلبت لي نحط لها لي ساندويتش، قلت مع راساتي راه نحطو لكم يعني تستافدوا منه اكثر. بقاو معايا تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو على بركه الله. كنحتاج هذا الخبز ديال الهمبرغر، ها هو خديت انا هاد الماركه. انا غير حيت المشروبات سبق لي قلت لكم في واحد الفيديو طلبات لينا واحد السيده هاد الساندويتشات نحطهم لها في القناه، داكشي علاش قلت علاش لا انني ما نديرهمش، ولكن بالزربه من بعد غادي نعاود نديرهم لكم ماما في القناه. وغادي نحتاج الكفته، كتبقى اختيار ديالكم يعني شحال ديال الاشخاص ولا شحال الوليدات عندكم تقدروا تحضروا لهم. عندي ماطيشه، انا درت هنا جوج ديال الماطيشات مقطعين على هذا الشكل. عندي الفرماج، كاين هذا النوع هذا وكاين واحد النوع اخر ديال الفرماج الاحمر، انا هذا اللي متوفر عندي في البيت. واحد البصيله اللي عنده اللي كياكل البصله يديرها، اللي ما كياكلش يعني بلا ما يديرها. انا اختياري وكتعجبني الصراحه لانه هي صحيه كما كنعرفوا بالنسبه للقلب، صحيه لفقر الدم، صحيه بزاف ديال الحوايج مفيده. وعندي هنايا الخس، عندي الكيتشوب والمايونيز، هذا الصلصه ديال التاكوس انا كتعجبني حتى هي نحطها في الهمبرغر، يعني اختياريه ليا انا. بالنسبه ليا هاد الهمبرغر يعني اختياري، ما عمرني انا شفت كيفاش كيتحضر غير من الفكر ديالي. وعندي واحد البيضه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ هذا الخبز، غادي نقطعوه على جوج، على هذا الشكل. بعض المرات يعني احسن انه يدار في الدار. انا قطعتهم يعني حتى الاخر باش يبقى سخون والفرماج يقبط ليا فيه ونكون حضرت البصله والمطيشه والكفته. بالنسبه للمطيشه انا ما كندير لها لا زيت لا حتى شي حاجه، كندير واحد تقريبا راس المعلقه باش هاد المطيشه بحال كتبغي تذوب فوق المقله يعني على نار، وهي والبصله انا غنديرهم ونرجع لكم. ها انتم كما شفتوا الماطيشه كي دارت، يعني ماشي هبطات بزاف، حتى البصله ها هي البصله حيت عندي المقله صغيره كبيره عفوا، درت شويه ديال الزيت باش تقدر تدفع. بالنسبه لهاد البيضه غادي نحاول انني نخفقها مزيان مع الصفر ديالي يتجمعوا. ندير شويه ديال الملح غير شويه. غادي ناخذ هذا الخبز اللي انا ديجا قطعت، غادي نغطسو في هذا البيض. وغادي نقليه باش ما كيبقاش ملي كنحط هذا الشيء اللي وجدت ملي كنحطو ما كيبقاش هذا الخبز مفرتت، حيت كما كتشوفوا هو مفرتت. هذا البيض كيجمع ليا هذاك الخبز فاش كنحط عليه الفرماج، في نفس الوقت الفرماج كيذوب. انا درت الزيت كتسخن باش نقلي فيها هذه. بالنسبه للكفته غادي نديرها حتى هي باش جات ليها الزيت باش ملي طيب الكفته يكون الخبز حتى هو دار تقلى. هذه غنديرها مدوره على الشكل ديال هاد الخبيزات. انت كما شفتوا نراها فين وجد،
يعني إذا كان عندكم هاد البابلي راه ملي كتحطي كتوجدي هاد لوغون ديال كتحطيهم ملي مكيلصقوش. بالنسبة للخبز أنا درتو في تكلا والكفتة أنا كنحطها في البوطة بلا ما ندير لا زيت لا تا شي حاجة لأن أصلا هي فيها الشحمة. هانتو كيما شتو كيفاش تكلا حتى من الكفتة باقا سخونة خليتها. كناخد داك الفرماج كنحطو زيت الخس ندير مطيشة كنزيد هذاك البصلة. أنا كما قلت لكم البصلة كتبقى اختياري يعني اللي كيبغيها ولا ما كيبغيهاش ماشي بالضرورة أنه يدير البصلة. كنزيد هذاك الفرماج كنزيد الكاتشوب غادي نبقى حتى نكمل ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي. انا قدمته على هذا الشكل ولفيت حطيته على هذا الشكل كما كتشوفوا. كيجي كنتمنى انه ينال اعجابكم ولاول مره غادي يشوف الفيديو ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.